ان شاء الله. طبعا هيبقى في اجتماع كل واحد، طبعا الكلام ده مر عليكم اكتر من مره، اكتر من سنه مريتوا عليه. المفروض كل رؤساء مجالس المدن، كل الناس المعنيه الموجوده والاجهزه الامنيه موجوده، عارف كل واحد دوره ايه. هيتم اجتماع برئاسه السيد السكرتير العام في كل الممثله فيه، كل الاجهزه المعنيه، عشان نبدا نظهر بالمظهر اللائق بينا، خاصه في العيد القومي بتاع المحافظه، او في احتفالات اكتوبر، او احتفالات سيدي احمد البدوي ان شاء الله. شوف قريب يا ترى في، عشان نخلص من القصه دي ونحط الخطه ايه اللي هنعمله عشان نبقى كل الاجهزه هتتعامل معانا ونبدا نلتهي. هنخش على استعدادات طبعا موسم امطار الشتاء. هنعمل زي ما عملنا السنه اللي فاتت اللي هي الجدول اللي معنا كده، اللي هو بيحدد المقدم الموجهه لكل وحده محليه وكل جانب من السنات. حاجه مجرد ما البرد يبدا كل واحد عارف غرفه العمليات فين، كل واحد يرجع يطلع يرجع للمحافظه، كل واحد عارف معداته فين، سواقينه فين، الاحتياطي فين، اللي انا بستعين بيه من القطاع الخاص فين، عشان نبقى ما نسيبش الموضوعات كده للابتهال. لا، ده في خطه مسبقه معموله بحيث انا بتعامل معاها مع الحدث وكل واحد مجاز. علي البيع عطيه برضه مع الناس، مع المقاولين، شركات المقاولات اللي معاكم اللي شغاله سواء قطاع عام او قطاع اعمال او قطاع خاص، تبقى جاهزه المعدات. انا وسام مجالس المدن هيبقوا جايبين المعدات بتاع الاهالي معاهم يستفيدوا بيها، بحيث ان احنا نقدر نستعين بيهم في اي وقت. تليفوناتهم تبقى موجوده معانا، سواء الارضي او الارقام المحمول. الشخصيات نفسها اللي بتعامل معاها اللي بستدعيها تبقى موجوده، كل واحد عارف دوره، احنا هنتوجه ازاي ونشتغل ازاي.